موقع الحرة الأمريكي نشر حوارا مع الأدميرال المتقاعد روبرت موريث من البحرية الأمريكية والمدير الرابع لوكالة الاستخبارات الجغرافية الوطنية، حيث أرجع استخدام قاذفات B2 لاستهداف الحوثيين في اليمن إلى عدة أسباب، أبرزها قدرتها على الوصول إلى هذه الأماكن واستهدافها بدقة وبطريقة فعالة، وإرسال رسالة إلى إيران بأن الولايات المتحدة لديها القدرات وستستعمل ما تملكه من أسلحة للوقوف إلى جانب حلفائها. وأضاف أن السبب الآخر لاستخدام قاذفات B2 سبريت الشبحية هو تعزيز ودعم قدرات الجيش الأمريكي في المنطقة، وأن استخدام هذه الأسلحة سيسهم في تقليل التهديدات التي تتعرض لها دول المنطقة حاليا، لا سيما من قبل الكيانات المدعومة من إيران. وأوضح موريث في حواره مع الموقع أن الحوثيين لهم مخازن أخرى يجب القضاء عليها، وأن البنتاغون وضع تلك الأهداف ضمن أولوياته، مشيرا إلى أن ما نفذته الولايات المتحدة في البحر الأحمر هي مواقف دفاعية تستهدف مستودعات الذخيرة ومواقع القيادة للحوثيين، مشيرا إلى أن لجوء الحوثيين إلى تخزين الأسلحة تحت الأرض دليل على أن هذه المخازن تحتوي على صواريخ باليستية وأخرى مجنحة وطائرات مسيرة بأنواعها المختلفة.